حل النجاح في الثانويه العامه للاغنياء بس. ده مش امتحان ثانويه عامه. ايوه ايوه قبل ما انا مش عارفه انا ايوه. بصراحه كان نفسي اساعد طلاب الثانويه العامه من زمان بس ما كنتش عارف ازاي، فهنشوف مشاكلهم الاول اللي بيواجهوها هم والاهالي، وقررت اسافر اسكندريه عشان اسال الناس هناك ونشوف الحوار ده. فيلا بينا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. انت خلصت ثالث ثانوي السنه دي صح؟ لا لسه هتخش اولى ثانوي. تمام. انت لسه مخلص ثانوي عام صح؟ اه. بكره النتيجه. جامد جامد. تقول لي بكره النتيجه بقى، ما اعرفش الفيديو هينزل امتى. ايه المشاكل اللي كانت بتواجهك السنه اللي فاتت؟ حاسس ان ايه العقوبات اللي هتواجهك؟ والله بص، ما كانش فارق بيواجهني، انا كنت مطريها يعني على الاخر. لازم اخد دروس في كل حاجه طبعا. بسمع الناس بتاخد مذكرات مثلا في اول السنه ب 500 جنيه مذكره يعني واحده، في حسب ممكن مثلا تدفع 2000 او اكتر كمان في الشهر. الثانويه العامه مشاكلها كتير، ودلوقتي حواراتها اكتر بسبب الكورونا وقفل السناتر ومحاربه الدروس الخصوصيه ومحدش فاهم حاجه. فانا عندي حل اعتقد انه مناسب، موقع الخطه. هو عبارة عن ويب سايت بيوفر لك فيديوهات شرح للمناهج والدروس تقدر تتفرج عليها في اي وقت، زائد امتحانات ومذكرات بي دي اف ومراجعات نهائية وجروبات مع المدرسين وحاجات كده. كنت مطريها جامد يعني. طب وبالنسبة للدروس وكده؟ لا، ما كنت كل دروس اونلاين اصلا، قاعد في البيت. انت بتاخد دروس اونلاين منين؟ من اول عادي؟ اه اه. اعلان ده؟ اه اه. موقع اسمه الخطة. بتهزر. ما انا اساسا كنت عارض عليك حوار الخطة. بجد؟ يعني انت مشترك اصلا؟ ايوه كنت مشترك فيه. بابا يا اخي بالله عليك، كيف تفكر؟ اكيد مش جاي اسكندريه عشان اعمل انترفيو مع الناس، انا جاي لمقر موقع الخط نفسه ونشوف الناس دي بتحسبها ازاي. فيلا بينا. السلام عليكم. ما انا حاطط الخطه خطه. ده الاستوديو بس هم تقريبا بيصوروا بمعنى اصح، احنا بنوفر للطالب تجربه تعليميه متكامله في ظل اجواء كورونا، وبنوفر له وقته وجهده بفلوسه. طب هو ايه اللي يضمن للطالب ان المعلومه توصل له ويفهمها اونلاين؟ علشان احنا عندنا فيديوهات شرح، بعد كل فيديو بيبقى فيه تمارين، دي بتاكد ان الطالب فاهم الدرس ومن خلالها يقدر ينتقل للفيديو. جميل جميل. طيب وبالنسبه للسعر؟ الشهر ب 250 جنيه، طب لو هتشترك في الباقه السنويه هيعملوا لك خصم 50% عشان تبقى ب 1250، ولو انت صديق الاستوديوهات واستخدمت كود اليوم 60 هيعملوا لك خصم 10% على الخصم ال 50% اصلا. شايف ان ده حل كويس؟ هيوفر عليه وقت بدل النزول والطلوع، هيبقى بالنسبه لي يعني لو كان موجود ده تعرفه في ساعتها كنت هشترك فيه. كل اللي عليك تفتح جوجل وتكتب موقع الخطة التعليمي، ولما يفتح تدخل على الأسعار وتختار المنهج الدراسي بتاعك وتختار الباقة اللي عايز تشترك فيها وتدخل البيانات وتدفع عن طريق الكريدت كارد، ولو اخترت خدمة فوري هيجيلك رسالة على الموبايل هيديك رقم تدفع بيه المبلغ زائد كود الخدمة اللي هتقوله الراجل لما تيجي تدفع. بس ويوي ما تنساش قبل ما تدفع تدوس هنا وتستخدم كود هبهب 60 عشان تستفيد بالخصم 10%، وممكن تسجل من غير ما تدفع وتاخد 3 ايام ببلاش تجرب فيهم الموقع. وكالعادة اي حاجة مش واخدة حقها بنعمل لها اعلان. يرحم والديك، يعني احنا في سيزون 21-22 ولسه في حد بياخد دروس خصوصيه؟ باشا الوحوش في افلام الفانتازيا والخيال العلمي، مفيش وحوش في الكيمياء. العمالقه في اتاك اون تايتن، مفيش عمالقه في الفيزياء. التنانين في جيم اوف ترونز، مفيش تنانين في الانجليزي. التماسيح في ناشونال جيوغرافيك، مفيش تماسيح في الالماني. عمر الوزير ما اتصل بيك يوم النتيجة وهزقك حتى. يا اخي بالله عليك كيف تفكر؟ عايز خطة؟ روح للخطة. كل اللي جاي جل ولا. وفي النهاية حبيت اوصل لكم ان احنا نقدر نستغل الانترنت وما نخليش حد يستغلنا ولا يتحكم فينا، وان احنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه باقل مجهود وتكلفة طبعا، حتى لو هننجح في الثانوية العامة. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واعملوا منشن لاصحابكم عشان يستفيدوا بالعرض وبس. فأشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.
ولو في البيف ولو في